حمداوي الفضائية إلى قناة بوبوس الفضائية. ليه؟ لأن بوبوس بيدي معنى يا نهار أبوك واقعي انتمائي جغرافي. بوبوس بيبقى بيطرح أطروحة إقليمية يعني تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، في مفهوم بحراوي أبيضاوي، فبيمتد انتماء يعني اقتصادي. وكمان ما ننساش ان غير الناحية الاقتصادية في نواحي اخرى تختص بالطفل وتختص بالمرأة وتختص بال يعني بالموزز برضو لو فيه بتكلم انا. فده يعني شيء طبيعي ان يكون في قناة بتلم هذه الموضوعات كلها مع بعض. بس انا حضرتك شايف يعني ان قناة هنداوي تعبر عن الحالة الاقتصادية وخاصة في البحر الاحمر، والامور البحر الاحمرية واضحة كما يلي. فهناك بحر احمرية ده انت الاحمرية، انت بالك انت بتتدخل ليه؟ استاذ محسن، يا ترى قناة بوبوس الفضائية تنطلق من ميدان الانتاج العالمي؟ لا هي هتنطلق من هنا من قلب بيتي. بيتك يا روح امك، احتليته ايه؟ فاكر نفسك ايه؟ ها؟ هي فاكراني بوش ولا ايه؟ ربنا يزيدك يا باشا. ثانك يو ملكي، ثانك يو فيري ماتش ملكي. برا امشي من هنا برا. بيتك ولابس بدلة فوزي. انا بدلة مين؟ ايه العبادلة دي؟ ايه لها؟ لا ادي بقى دي حد ريحتها معفنه ومنتنه. ها ايه اللي على الهدوم دي؟ قلع ده كمان. ايه لا ده حد ريحته معفنه راخر، والزهر كان بياكل زيت خروع وزاني على كل حته في جسمه. ايه وادي البنطلون كمان، يا نهار اسود ومنيل، لابس البوكسر بتاع المرحوم. الف رحمه ونور تنزل عليه. ايه لا البوكسر ده؟ ما انا لو قلعت البوكسر المرحوم هيزعل. ايه لا طب ليه ما بتقولي ليش اقلع القميص؟ اشمعنى البوكسر يعني؟ انت مش هتجيبها بره خالص، انا اجري بقى مش هتقلع القميص وهتقلع البوكسر، هتقلع يعني هتقلع كل حاجه، فاهم؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. دي ست مش كويسه، قذره سافله منحطه. طب استنى بس يا لطفي، نديها فرصه تانيه. فرصه ايه يا هاله؟ يا ست فاضيه لنا اساسا، عايزين نشوف ايه اكتر من كده؟ ده هي فوق وهو تحت، هي فوق وهو تحت. لطفي لطفي استنى يا لطفي. محدش حاسس بالمصيبة اللي أنا فيها، عطية مات وسابني على الحديدة، عليه شيكات وديون لناس كتيرة جدا، كل يوم والتاني واحد ينطلي. كل اللي بتقوليه ده ايه دخله بقى بإن كل ما ادخل أنا ولطفي ألاقيك انت والراجل ده فوق بعضكم؟ مين الراجل ده بس؟ بصي الراجل ده عنده شيكات ممضية بسبعة مليون جنيه، يعني ممكن يحبسني في أي وقت، وبعدين اكتشفت إن نص الفيلا اللي أنا قاعدة فيها مكتوبة باسمي. كان ممكن تقولي الحقيقة لطفي، وأكيد هيتصرف، أكيد هيقف جنبك. وأنا ملحقتش بقى، كلميه بليز. ألو هاي لطفي، معك حق، بس أنا طلبك علشان عايزة أقولك ليه طلب واحد بس، أشوفك مرة واحدة بس بليز. أوكي ميرسي باي. جاي؟ طبعا جاي يا قوية. محسن بيه، استاذ لبيب المحامي بتاع مهجة هاني.
اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. تاخدي عنبايه حمراء ها وناخد عنبايه صفر. ايه برضه يعملوا حاجه الاصفر مع الاحمر. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا. طب ما تيجي انت بقى تاخدي ايه واحده حمراء وواحده صفراء ها وناخد ايه واحده صفراء وواحده حمراء كوكتيل وايه هم يا ماما. اولا يا محسن بيه انا بعتذر جدا من تصرفات مهجة هانم اللي ضايقت حضرتك. انا مش عايز اعتذارات، انا عايز فلوس. تأكد يا محسن بيه ان انا حريص على حقوقك نفس الحرص على حقوق مهجة هانم، بس حضرتك عارف حال البلد ولذلك انا بقترح. انت ما تقترحش، اتصرف مع المتر عبد المنصف وفي النهايه قولوا لي ها، مش عايز قلب دماغ وحياتك. هتباتوا هنا ولا ايه؟ ماشي. بقول لك ايه، خد دي اديها هديه لمهجة هانم. اتفضل. ما تيجي بقى نشوف حاجة حلوة كده. ايه بقى؟ لا دي تعور. والله؟ اه. يعني بلاش؟ بلاش. اه. بعدين. اه. خليها بقى. صدر قرار من النيابة بتسليم القصر للبنك بكافة محتوياته. هتفضل معانا شويه لغايه ما نعمل جرد للقصر اللي انت كنت حارس عليه في فتره التحفظ. طيب انا هحاسبكم تجردوا تحت وانا هجرد فوق، واللي يجرد الاول يقول التاني انا جردت. ها عشان ما نضيعش شويه. اسف يا باشا، العربيات كلها محجوزه عليها لصالح البنك. المفتاح لو سمحت. انتحر الحوار على كده بقى. الله، عشان خاطر الحاجه. تعرف يا باشمهندس هتحقق القعده جنبك دي جوزها مفتري دي؟ لا دي ايه، دي عمرها الافتراضي خلص. لا اللي جنبها، اللي جنبها اه كل يوم والتاني يقوم رنينها علقه موت. تقوم سايبه له البيت وغضبانه، ما يفوتش كام يوم الا وتيجي ام فتحيه دي ترجعها له تاني. لو بترجعها له ليه؟ ما هي هتعمل ايه يعني؟ يعني هي هتصرف على نفسها ولا على عيالها ولا على عيال بنتها منين؟ الله يابا خليها على الله. يا ابني استهدى بالله، ده انت الكبير تسافر ازاي؟ لو غرقت زي اللي غرق ولا مسكوك على الحدود، اعمل ايه هدف امك واخواتك السبع؟ لو اراد ربنا ووصلت بالسلامه يابا هصرف عليكم ومش هخليكم تحتاجوا اي حاجه، ولو غرقت يا سيدي اديك هترتاح مني وتشيل حملي من على كتافك وتبقى صرفت على ستة بس. اه موضوع السفر ده بس مهندس خوتنا بيه في الروحة وفي الجاية. العيال خلاص اتخانقوا قفلوا خالص. لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم. مالها المناقشة؟ لقد حتفاء المناقشة بالنسبة لهم في الموضوع ده. اه لقد حتفاء. الواد من دول عنده انه يموت برا ولا يقعد في البلد دي فلتو ثانية. مين؟ فلتو ثانية. اه 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 فهمتوا ثانية. لا فلتوا ثانية. دي بتاعت الراجل الكبارة دوت. اللي خد نوفل. خد نوفل. ايه ده؟ ده مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر. مين؟ مات الكلام وانتحر الحوار على الاخر، كله يأمن على بطايقه. واللي معاه حاجة يرميها. خلي بالك في رادار بعد 10 كيلو. بوكسي فينا يا باشا. يلا بسرعة. ايه وبعدين؟ ما تنزل. مين انا؟ هو في حد غيرك ولا ايه؟ اوعى تكون فاكر نفسك باشا. يالا ده انت راكب صفيحة زبالة. انت شكلك مصرصر ياض. اوعى تكون شايفني قصادك ابو ضيق.
انزل. جاي لك ها؟ جاي لك اما اشوف انت مين. حلو قوي، هنقضي السهره صباحي مع بعض. فين انت مين؟ معاك بطاقه هلا؟ لا انا معايا فيزا. يعني ما معكش بطاقه كمان؟ ماشي 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 باشا. باشا انا اسف يا باشا، ارجوك تسامحني يا باشا. لا لا لا، اللي ما يعرفك يجهلك يا باشا. الله يخليك. انا اسف يا باشا. لا لا لا، انا اسف. قول لي مسامحك يا باشا. انا مسامحك. قول لي مسامحك تاني. بس اوعى تاخدها كلها. ها يعني مش مره واحده. حاضر يا باشا. ها حاضر يا باشا. مع الف سلامه.